السلام حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، جبت لكم واحد الكيك كيجي اسفنجي غزال بالمربى واللوز افيلي. عندي يعني المربى ديال المشماش او اي مربى انتم بغيتو. عندي جوج ساشي فاني مليحه، ثلاثه ديال الساشي ديال الخميره. عندي ياغورت فاني، عندي تقريبا واحد كاس لارب ديال الزيت، وعندي واحد جوج كيسان ديال الدقيق. غادي ندير هنا كلشي، البيض، الزيت، سنيدة، الساشي دفاني جوج ساشي دفاني ومليحه. غادي ندير كلشي يطرب، وياغورت، ومن بعد نخليهم يتخلطوا وعاد نزيد الدقيق. كيجي اسفنجي وكيجي مهوي، وفي الاخر زدت واحد المعلقه ديال الخل. انا غادي ندير الدقيق، الخميره، وغادي ندير ديك المعلقه ديال الخل، غادي نكون مسخنه الفران ونكون دهنه المول ديالي بالزبده والدقيق، وغادي ندخل في الكيكه الفران. منين غتخرج كندهنها بالكوفيتير ديال المشماش او اي مربى نتوما بغيتو، ونديرها اللوز افيلي اللي حمرته في الفران. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم ان شاء الله، وكنقول لكم مع السلامه مع تتمه الفيديو.